عفو الله وتولوا فائزين. متوجه ليكم ربي كريم يهدينا ويهديكم، طيعوا الوالدة ترضى عليكم، هي مولات المحايا مطول سنين، نبدأ نجيب وننظم عليها مهمتي، واللي نجيب راه قليل عليها، وشحال من المحايا دارت بيها مهمتي، وشحال حاجة رابط تخميم الشي، هي مولات المحايا مذكورة مهمتي، بعض الشباب خلوها في حيرة، عند العباد عالجال ومنكورة، على سبايب وسبوها في الحي. هي الكل هي مولات الساس ومينتي، دنيا ما عمرتها هي يا ناس، لبي بعدها كلمة سيد الناس، في كلام خالقي راهم مذكورين، وانتي ميمتي وتعبتي في يوم ميمتي، وانتي ميمتي وتحير عليا بجهر الرسول غير تسمحي ليا، وانت يا كراك ليبك حنين. وانت اللي حملتيني 9 شهر يا أما في الكرشك النايم، جبت خبر مرات حير بي ومرات اصبر، يوم زيادتي تتنهد وسنين، نهار زيادتي تولي حيرانة مهمتي، نهار زيادتي تولي دهشانة، تبدأ تعود تبكي لا في هنا، وتخاف لا تروح مع الميتين، وتخاف لا تموت عليا وتروح مهمتي، شوفوا قلبها يتقطع مجروح، نبقى يتيم لا عندي وين نروح، نبقى غير ضايع بين اليدين. العز بعدها يا اخوتي مو حال مهمتي، العز نتاعها ما هو في الرجال، هي تعزني وتعمل لي دلال، واللي نحبها تقول لي ها هي وين، عامين في رضا حمل صدر زين ميمتي، عامين في رضا حمل صدرها زين ميمتي، نرواح لي بها طيب طيب زين، تبدا تحس بيا نعمل سنين، وانا صغير ما نعرف روحي وين، هي تبات سهران علي يا ميمتي، وانا مريض ما نعرف ما بيا، وتشوف الدول اللي يصلح بيا، حتى دموعها خرجوا محتومين. هي مقابلتني عشوة وصباح، تطلب فالله منها يرتاح، راي مع أمي ما نامت فرقي، حتى من الأكل مرار عليها أمي، من هم ولدها كي غاب عليها، هي تهزني نعود مساميها، وتعود فرح مع اللي فرحانين. كلمة ميمتي هي محلاها،
في الدم داخله من هو ينساها ينساها الويد رايحة ترفدني معاها ما طيق شي على فراق يا رمش تعيب عز امي متي والله ما نلقاه واللي غدات له امه وابه والتعب نتاعها واحد ما اداه لو كان يظل يخدم طول السنين امي تساعديني بدعوه الخير يا اما لو ما تسامحيني شي كيف ندير يوم القيام خايف نبقى في حير نبقى مع الناس اللي حصلاني بابا كل يوم يحير علي يا مسكين هو يهزني ويساعد فيا كما يشوفني سيسال علي يا بابا ويقول وين راه وليدي الحنين عن شالتي بابا يربح في العيب واذا مرضت يديني للطبيب يغدا يحير عني يجري ويجيب ماذا بيه نبرة في رمشة عين ويظل في الشوارع يمشي بيا بابا ويقول ذا وليدي يكبر ليا يمشي بالعقل يساعد فيا وانا صغير ما نعرف نمشي زين وانا صغير ما نعرف نتكلم هو يشوف لا علامة تظلم هو يهزني ومرة على القدم وانا عزيز عنده في القلب حنين ينوض بالصباح يخمم عني بابا يغدا يجيب لي باش يكبرني وانا صغير ما نعرف متهمني هو حال توكي حال المسكين الله الله الرجال عني ديما مذموم يصبر على وليده لكلام الشين والوالدين لا كبروا لك في الدار اسمعني اسمعني شباب والوالدين لا كبروا لك في الدار تولي عقولهم عقليات صغار بلاك لا تغيرهم ليك العار عادوا قليل صح على جهد متين تبحهم يرضى عليك الوالدين دعوات الخير فيهم يعطوها ليك ربي يعطيك ذرية وتهنيك يرضى عليك مولانا في الدارين واللي راح خالف لازم يندم يندم والله ما يشوف مهار مسقم عند الإله ثم ما يترحم هذا الكلام ظاهر الله في الدين حتى في الحديث تذكرهما في القرآن درجتهم معلومة كلمة صحيح منهم لا مرحومة في صورة النساء والأسرى تبين لكان غالقين يسمحوا لينا بجاه الرسول لمجد بن يمينة هو شفيعنا لا هرب ولا وين بالخير الله ناظم هذه الكلمة نطلب للوالدين الرحمة والناس كاملة في هذه اللمة ربي حنين يتكرم في الدارين نظمتها في اكتوبر وحداني على الوالدين نظمت وزاني
الحوت شعل يا علي والعمره ظهر 95